تعود أيقونة عالمية، الظهور المبهر لسيارة نيسان باترول في أبوظبي. شكل أفق أبوظبي المتلألئ خلفية رائعة لحدث هام في عالم السيارات. اختارت نيسان هذه المدينة النابضة بالحياة للكشف عن الجيل السابع من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الأسطورية باترول. عادت أيقونة عالمية جاهزة لكتابة فصل جديد في تاريخها العريق، ساذجوا من الترقب مع تجمع الصحفيين والمتحمسين ورواد الصناعة ليشهدوا الكشف عن السيارة. لم تكن نيسان باترول مجرد سيارة على الإطلاق، خاصة في الشرق الأوسط، إنها رمز للقوة والاعتمادية والمغامرة. كان إطلاق الجيل الجديد دليلاً على التزامن نيسان بهذا الإرث ورؤيتها لمستقبل سيارات الدفع الرباعي. تحت غطاء المحرك أعيد تعريف القوة والكفاءة. هنا تجد التكنولوجيا المتقدمة تتجلى في كل جزء من أجزاء المحرك. إن قلب أي سيارة دفع رباعي تستحق لقبها هو محركها، فهو الذي يمنحها القوة والقدرة على مواجهة التحديات. والجيل السابع من باترول لا يخيب الآمال، إنه يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي. لقد جهز نيسان هذه الوحش بمحرك V6 قوي يتميز بتقنيات حديثة تضمن أداء استثنائيا، وهو تغيير عن محرك V8 للجيل السابق. هذا التغيير لم يكن مجرد التقليل في الحجم، بل هو تحسين شامل. لكن لا تدع ذلك يخدعك، هذا المحرك الجديد يقدم أداء لا يقل عن سابقه. يقدم هذا المحرك الجديد قوة وعزم دوران مثيرين للإعجاب، مما يجعله مثاليا للقيادة في أصعب الظروف، مما يضمن لك التغلب على أي تضاريس بسهولة. سواء كنت تقود في المدينة أو في البرية، فإن باترول جاهز لكل شيء. والأكثر روعة من ذلك أن نيسان قد حققت هذه القوة الإضافية مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود أيضاً. هذا يعني أنك ستحصل على أفضل ما في العالمين، وهذا يعني عدداً أقل من التوقفات عند محطات الوقود ومزيداً من المغامرات على الطرق المفتوحة. استمتع برحلات أطول دون القلق بشأن استهلاك الوقود. يعد المحرك الجديد دليلاً على التزامن نيسان بالموازنة بين الأداء والمسؤولية البيئية. إنه يجمع بين القوة والكفاءة والاهتمام بالبيئة. إرث من القوة ومستقبل من الابتكار. أعرب ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة عن حماسه للسيارة باترول الجديدة قائلاً: لطالما كانت نيسان باترول حجر الزاوية لعلامتنا التجارية لعقود، ويجسد هذا الجيل الجديد كل ما نمثله، الابتكار والموثوقية والالتزام بتجاوز توقعات العملاء. وأضاف أن السيارة الجديدة تمثل قفزة نوعية في عالم السيارات، وأكد أن سيارة باترول الجديدة ليست مجرد تطور بل ثورة تدفع بحدود ما يمكن أن تكون عليه سيارات الدفع الرباعي. إنها تجسد روح المغامرة والقوة التي لطالما عرفت بها نيسان باترول. وردد تييري صباغ المدير الإداري لشركة نيسان الشرق الأوسط هذه المشاعر مضيفاً: تحتل باترول مكاناً خاصة في قلوب الناس في هذه المنطقة. إنها السيارة التي أصبحت مرادفاً للمغامرة والاستكشاف. مع هذا الجيل الجديد نرتقي بهذا الإرث إلى آفاق جديدة، ونقدم لعملائنا تجربة قيادة لا مثيل لها. نعدكم بمستقبل مليء بالابتكار والتفوق في كل رحلة. تصميم يفرض الاحترام، مزيج من الأصالة والحداثة. إن النظرة الأولى على الجيل السابع من باترول كافية لتخبرك أن هذه السيارة تعني العمل الجاد. يتميز التصميم بالجرأة والفخامة مع حضور قوي على الطريق. لكن الأمر لا يقتصر على القوة الغاشمة. لقد دمج مصمم نيسان بمهارة تراث باترول في هذه التحفة الفنية الحديثة. أصبحت شبكة V-Motion الأيقونية، وهي عنصر مميز في لغة تصميم نيسان، أكثر بروزاً من أي وقت مضى، مما يمنح باترول واجهة متميزة. المصابيح الأمامية أنيقاً وقوية، وتتميز بتقنية LED المتقدمة لتعزيز الرؤية. الصورة الظلية العامة هي بلا شك لسيارة باترول،
ولكن مع لمسة عصرية راقية. الجزء الخامس، الكشف عن الوحش، أداء يتجاوز التوقعات. تتمتع سيارة باترول الجديدة بقدرات عالية على الطرق الوعرة كما هي على الطرق المعبدة. يوفر هيكل السيارة القوي المتدرج متانة وقوة استثنائيتين، مما يسمح لسيارة باترول بالتعامل مع أصعب التضاريس. يضمن لك نظام الدفع الرباعي المتطور مع أوضاع القيادة المختلفة، أفضل قوة جر وتحكم في أي موقف. سواء كنت تعبر الكثبان الرملية، أو تسلك طرقاً صخرية، أو تقود سيارتك ببساطة على الطريق السريع، فإن باترول تتخطى كل ذلك بثبات. لقد تم ضبط نظام التعليق بدقة لتوفير قيادة مريحة لكل من السائق والركاب، حتى على الطرق الرف. الجزء السادس، قوة تقنية، الابتكار في متناول يديك. في هذا الفصل نستعرض كيف يمكن للتكنولوجيا أن تجعل حياتك أسهل وأكثر راحة. ادخل إلى المقصورة وسوف تستقبلك عالم من الفخامة والتكنولوجيا. كل زر وكل شاشة تم تصميمها لتكون في متناول يدك، مما يتيح لك التحكم الكامل بكل ميزة بسهولة. لم تدخر نيسان جهداً في جعل الجيل السابع من باترول أكثر تقدماً وراحة حتى الآن. من الأداء القوي إلى الراحة الفائقة، كل شيء تم تصميمه بعناية فائقة. تم تصميم المقصورة الواسعة باستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن لك تجربة فاخرة حقاً. من الجلد الفاخر إلى الخشب المصقول، كل تفصيل يعكس الجودة. يأتي نظام المعلومات والترفيه بمواصفات عالية، ويضم شاشة لمسية كبيرة، وتكاملاً مع الهواتف الذكية، ونظام صوت متميزاً. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى والمكالمات الهاتفية بكل سهولة. توفر ميزات السلامة المتقدمة مثل نظام تحذير مغادرة المسار ونظام الكشف عن النقاط العامة ونظام التحكم في السرعة التكيفي. راحة البال في كل رحلة. هذه الميزات تعمل معاً لضمان سلامتك وسلامة الركاب. لم تدخر نيسان جهداً في ضمان أن تكون باترول آمنة بقدر أناقتها. مع كل هذه الميزات يمكنك القيادة بثقة وراحة تامة. الجزء السابع، قلب المغامرة، قهر كل التضاريس. إن نيسان باترول أكثر من مجرد سيارة دفع رباعي، إنها جواز سفر إلى المغامرة. على مدى أجيال كانت السيارة المفضلة لأولئك الذين يسعون لاكتشاف المجهول، لدفع حدود ما هو ممكن، سواء كانت عطلة نهائية أسبوع في الجبال أو رحلة برية عبر البلاد، فإن باترول هي الرفيق المثالي. إن براعتها على الطرق الوعرة أصبحت أسطورية، وتجعلها راحتها وموثوقيتها السيارة المثالية للرحلات الطويلة. مع الجيل السابع تبني نيسان على هذا الإرث، مما يوفر للمغامرين سيارة أكثر قدرة وتطوراً. الجزء الثامن، أكثر من مجرد آلة، الأهمية الثقافية لسيارة باترول. في الشرق الأوسط تعد نيسان باترول أكثر من مجرد وسيلة للمواصلات، إنها أيقونة ثقافية متأصلة بعمق في تراث المنطقة. على مدى عقود كانت السيارة المفضلة للعائلات والمغامرين وحتى المسؤولين الحكوميين. لقد جعلتها صلابتها وموثوقيتها السيارة المثالية للتنقل على الطرق الصعبة للصحراء. تعد باترول رمزاً للقوة والمرونة والتواصل مع الأرض. يعد إطلاق الجيل السابع دليلاً على فهم نيسان لهذه الأهمية الثقافية، والتزامها بتزويد العملاء بسيارة تلبي احتياجاتهم الفريدة. الجزء التاسع، المستقبل هنا، يستمر عهد نيسان باترول. يمثل الجيل السابع من نيسان باترول حقبة جديدة لسيارة الدفع الرباعي الأسطورية. مع تصميمها الجريء ومحركها القوي وتقنيتها المتقدمة والتزامها الثابت بقدراتها على الطرق الوعرة، فإنها مستعدة لمواصلة عهدها كملكة سيارات الدفع الرباعي. يتميز إرث باترول بالقوة والمغامرة والموثوقية الثابتة. مع هذا الجيل الجديد